أهلا بكم. خطاب التهديدات يتصاعد بين شريكي الانقلاب في صنعاء، خصوصا من جانب ميليشيا الحوثي التي تسعى لإيقاف فعالية حزب المؤتمر المزمع إقامتها الخميس المقبل. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين تمضي الأزمة بين شريكي الانقلاب في صنعاء؟ وما هي مخاوف ميليشيا الحوثي من حشد المؤتمر؟ ما ظهر خلال اليومين الماضيين من تصعيد متبادل بين الحليفين يشير إلى خلاف حقيقي، بعد أن كان بعض المراقبين يؤكد ما يجري أنه مجرد مناوشة لن يمضي فيه بعيدا. التهديدات والإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين بدأت تلقي بظلالها على المشهد في صنعاء، فيما يتزايد الغموض حول مصير فعالية حزب الرئيس المخلوع واتجاهات الأزمة القائمة. نبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة بعد أن نشاهد التقرير التالي. صنعاء على فوهة بركان وعلى بعد خطوة من انفجار برميل البارود في وجه حلفاء الأمس وشركاء إسقاط الدولة في اليمن، بعد أكثر من عامين ونصف من العلاقة غير الشرعية التي جمعت طرفي الانقلاب، بات واضحا أن أي من جسور الثقة لم تبن بينهما، وأن ما يفرقهما أكثر مما يجمعهما. منذ ما يقارب الشهر وهناك سجال مرتفع بين ميليشيا الحوثي وجناح المخلوع صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو انعكاس لخلاف طالما كان الشريكان اللدودان حريصين على إخفائه وإنكاره، وبذلا جهودا كبيرة للوصول لتسوية عبر محاولات التقارب وإصدار البيانات التي تنفي وجود أزمة غير معلنة. التطور اللافت يتعلق بظهور المخاوف للسطح والتعبير عنها على لسان زعيم ميليشيا الحوثي وكبار قادة الميليشيا في صنعاء، واتهام شريكهم بخذلان الجبهات والبحث عن فرصة للتخلص من الشراكة عبر تسوية مشبوهة يتم بموجبها التضحية بالحوثي وبقاء صالح وحزبه في الواجهة خلال المرحلة القادمة. الخلافات بدأت في التنامي كما كشف عنها عارف الزوكة أمين عام حزب المؤتمر منذ فترة مبكرة، قام خلالها الحوثيون بتوقيع اتفاقية الظهران ومسقط منفردين وإقصاء قيادات المؤتمر في الوزارات والمؤسسات، بينما اعتبر الحوثي أن مبادرة مجلس النواب التابع للمخلوع تنازل كبير عن المكاسب ومحاولة لتسويق صالح لدى التحالف والمجتمع الدولي كبديل جاهز لقيادة المرحلة القادمة. للمرة الأولى يظهر فيها خطاب كافة قادة الميليشيا يأخذ منحا تصاعديا، وكأن هناك سباقا للتصعيد فيما بينهم، في إشارة لحالة الاحتقان القائم وحجم الإحساس بالخطر المحتق على الأرض. جميع الأصابع اليوم موضوعة على الزناد، فيما أيادي المواطنين في العاصمة المزدحمة بأكثر من 3 ملايين نسمة موضوعة على قلوبهم، في انتظار أن يمضي الخميس بسلام وألا تتحول العاصمة لساحة صراع قد يذهب ضحيته عشرات الآلاف ممن لا ناقة لهم ولا جمل في تلك المواجهات. أبدأ النقاش مع ضيفنا من القاهرة رئيس مركز صنعاء للدراسات ماجد المذحجي. أهلا بك أستاذ ماجد. أهلا وسهلا بك حبيبي. أستاذ ماجد، التصعيد المتداول إعلاميا هل فعلا يشير إلى خلاف حقيقي؟ يعني إذا لم يكن يشير إلى حقيقي فهذا يعني أنجح. أستاذ ماجد فقدنا الاتصال، سنعيد التواصل مع الأستاذ ماجد المذحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات، وكان معنا من القاهرة أيضا للحديث في موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث، والتي نتحدث فيها عن آخر التطورات الحاصلة في العاصمة صنعاء قبل يومين من انعقاد فعالية المؤتمر الشعبي العام والاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس حزب المؤتمر في صنعاء. هناك العديد من التطورات تحدث بشكل متسارع. هذه الحلقة من زوايا الحدث هي مخصصة للبحث في إلى أين تمضي هذه الأزمة وما الذي يمكن أن تصل إليه، وأيضا ما هي مخاوف ميليشيا الحوثي من حشد المؤتمر الشعبي العام. لماذا كل هذا التصعيد والرفض لإقامة هذه الفعالية؟ أيضا سينضم معنا من نيويورك القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام المحامي محمد علاو لاحقا في هذه الحلقة. ربما الجميع تابع، عاد إلينا من جد مرة أستاذ ماجد، أهلا بك من جديد. أهلا وسهلا، تفضل. كنت سألتك عن موضوع أنه ما يحدث الآن وما هو متابع ومهتم به من كل الأطراف ما يحصل بين شريكي الانقلاب في صنعاء، هل فعلا يشير إلى خلاف حقيقي؟ بالتأكيد عزيزي، يشير إلى خلاف حقيقي. طبيعة التوتر، المضمون، الخطاب المتبادل،
الجمل التي يستخدمها الأطراف كلها تؤكد حول أنه ليس فقط خلاف وإنما نقطة افتراق حقيقية في مسار العلاقة بين الطرفين يتم صناعتها الآن وصولا إلى يوم 24 أغسطس. يعني هذا المضمون الجارح من الأحاديث، هذا التوتر الميداني، بنية يعني طبيعة التصعيد الذي هي شاملة. نحن لا نتحدث فقط على مستوى نشطاء في الفيسبوك، نتحدث على شكل من الجدل اليومي يتم فيه تبادل الاتهامات على أعلى مستوى، يعني الناطق الإعلامي، رئيس عبد الملك الحوثي، علي عبد الله صالح، عارف الزوكي. يعني مضامين الخلاف تؤسس يعني ليست فقط بمستويات دمنا ولكن على كافة المستويات الضمنية، فنحن نتحدث عن لحظة تفجر وليست حالة خلاف فقط. تفضل. طيب أستاذ ماجد، البعض ربما كان في البداية يرى أن ما يجري في صنعاء لن يتجاوز مرحلة الخلاف العابر، بعد أيام من بدء هذا الخلاف يبدو أن الأمر كما تقول أكبر مما كان يتوقع. باعتقادك ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت هذا الخلاف إلى الواجهة في هذه اللحظة؟ هو لا يمكن الحديث فقط عن أسباب آنية، نحن نتحدث عن تحالف مضطرين إذا صح التعبير على مدى سنتين ونصف. طبيعة القواسم المشتركة بين الطرفين هي أقل مما يبدو حقيقة. يعني نحن جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي جمعهما الاضطرار وليس الالتقاء على شيء مشترك. لذلك هذا يتنفس الآن، هذا الاضطرار يتنفس بعد سنتين. يعني أغلق على مدى سنتين أمام الباب الإقليمي أمام صف أي صفقة سياسية مع المؤتمر خصوصا، وفتحت الباب أمام الحوثيين. الحوثيين أضاعوا كل الفرص السياسية من يدهم بينما المؤتمر كان يبحث عن فرص ولا يجدها. يبدو أن الحال اختلف الآن ويجد المؤتمر وسيلة ما لإنجاز صفقة إقليمية، وواضح أنه بدأت مؤشراتها من تصريحات أنور قراقوش وزير الخارجية الإماراتي الذي تحدث عن كسر التجمود الحوثي ووصف حركة المؤتمر بالخطوة الجيدة. لذلك هذه الخلاف تنفس على مدى الخلافات على مدى عامين، صفقة إقليمية جديدة يبدو أنه ملامحها تنضج ولم تنضج بعد، تنضج بذل في الطريق. وايضا المؤتمر. طيب استاذ ماجد، سنتحدث عن الارتباطات والتاثيرات الخارجيه في هذه الازمه، لكن نشرك معنا من نيويورك الاستاذ محمد علاو القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام. اهلا بك استاذ محمد. مرحبا، اهلا وسهلا. استاذ محمد، بعد يومين من فعاليه حزبكم في العاصمه صنعاء، هل يبدو ان الازمه بينكم وبين جماعه الحوثي في طريقها للحل؟ هل هناك معالجات تتم لحل محدد ربما يكون معهم حتى يسمحوا بإقامة الفعالية وتسير الأمور بشكل طبيعي؟ في البداية أعتقد أن الوضع على غير ما يشار في الإعلام ووسائل ربما من مشاكل، الوضع هادئ عموما، إنما يبدو أن هناك أيادي أو تدخلات خارجية تعكس نفسها على الوضع الداخلي في اليمن. وهناك فيما يبدو تيارين داخل الحوثي، تيار يتلقم إيران أوامر وتيار يمني لا يرفض هذا الكلام أو الاستفزازات للمؤتمر الشعبي العام. وأعتقد أنه ربما هناك توافق قطري إيراني على خلط الأمور والأوراق في اليمن عبر هذه الاستفزازات لدفع الأمور نحو التوتر والصدام. بالتأكيد أنه فعالية المؤتمر مجهز لها من قبل شهرين وتمشي الأمور في إطار الاستعدادات المعلن عنها، والمؤتمر ليس وليد اليوم أو وليد الساعة حتى يعني أو يريد أنه يعمل كما يتوهم البعض أنه قد يخوض في أمور أخرى. المؤتمر فعالية معلنة وأهدافه واضحة، وبالتأكيد ستنجح الفعالية من وجهة نظر المؤتمر سواء وافق الحوثيين على إقامتها أم لم يوافقوا، سيتمضي وسينجح المهرجان. طيب في هذه اللحظة هل هم موافقين؟ في هذه اللحظة هل هم موافقين على إقامة هذه الفعالية أم لا؟ هم إلى الآن يظهروا تبرمهم صراحة، يعني فريق منهم الفريق الذي وهو محمد عبد السلام وشلته والذي وقع في ظهران الجنوب بيان الاستسلام واتخذ موقف أعتقد قريب من موقف الحزب الإصلاح، يعني شكرا سلمان، وهو شكر السعودية نفس الموقف، والآن زايد لكي لا ينفضح أمام العالم بأنه الحشد الموجه السبعين هو الرفض
شكرا سلمان. للتأكيد أن المؤتمر الشعبي العام ضد العدوان، نعم للسلام العادل ولكن ليس للإسلام، وشكرا سلمان الذي يقودها محمد عبد السلام وأيضا التيار الذي يقف معه والذي يرفض، بينما هناك جناح في الحوثيين. يعني أنت أستاذ محمد الآن قسمت الحوثيين بين فريقين، فريق كما تقول إيراني قطري وفريق له ارتباط سعودي. لا، فريق مرتبط باليمن ليس ارتباط السعودي. الآن الأمور اختلطت، هناك فريق لديه مصالح خارجية ويضع تأثيراتها وفريق طيب. أستاذ محمد قبل أن أعود للأستاذ ماجد المذحجي، تقول أن أهداف الفعالية هذه واضحة لكن يبدو أنها ليست واضحة للحوثيين، ما هي الأهداف الحقيقية لهذه الفعالية وما هو معيار نجاح هذه الفعالية بالنسبة لكم في المؤتمر؟ والله يا أخي العزيز، تحياتي للأخ ماجد عزيزنا. بالنسبة لنا أهدافنا واضحة، احتفالنا هو في إطار الفعالية الحزبية السياسية، تأكيد يعني ارتباط الشعب اليمني بالمؤتمر الشعبي العام كحزب سياسي ضم في طره كل الأحزاب السياسية اليوم الموجودة. ثانيا تأكيد موقفنا الرافض للعدوان وإرسال رسالة بأننا مع السلام العادل ومع فتح المطارات والموانئ بشكل شفاف وجلي. وأيضا بالنسبة لنا نرفض المسألة أنه نكون موظفين، استعادة الدولة وهو الهدف الأساسي. نريد أوكي اللي يحكم الحوثي لكن في إطار الدولة، ورفض الملشنة أو ملشنة الدولة الجارية الآن، أن يكون هناك وزير ومشرف على الوزير، هذا مرفوض بغض النظر عن أي نتائج أخرى. نحن نريد استعادة الدولة وأجهزتها للعمل، فليعين في إطار أجهزة الدولة، لكن أن يكون هناك جهاز دولة داخل الدولة هذا مرفوض وبالإجماع وداخل المؤتمر. ويبدو أن التيار المستفيد هو الذي يصعد من جانب أنصار الله الحوثيين للرفض أو للخشية من المؤتمر. المؤتمر هذا قراره وقرار أخذ على مستويات الدنيا إلى العليا، وقيادة المؤتمر هي صرحت بهذا الكلام، وهذا أحد أسباب الخلاف الرئيسية بيننا وبين الأخوة أنصار الله. نحن نريد استعادة أجهزة الدولة للعمل في إطار أجهزة الدولة، مرفوض أي بنية سنعود للنقاش في هذه وما سيقدم في هذا الاحتفال. أعود لضيفي من القاهرة الأستاذ ماجد المذحجي. أستاذ ماجد المذحجي، إذن لماذا تصر الميليشيا الحوثي على رفض هذه الفعالية الاحتفالية لحزب المؤتمر الشعبي العام، وما هي المخاوف التي ربما يشير إليها موقف الجماعة؟ طيب فقدنا الاتصال بالأستاذ ماجد، سنعود للتواصل معه. أعود لضيفي من نيويورك المحامي محمد علاو القيادي في المؤتمر الشعبي العام. أستاذ محمد، تتحدث عن رفضكم لملشنة الدولة واستعادة الدولة من الحوثيين في هذا الاحتفال الذي سيقام يوم الخميس، هل سيقتصر فقط على الإجراءات الاحتفالية أم ربما تقدم مبادرات ورؤية المؤتمر الشعبي العام للحل ولإنهاء الوضع القائم الآن؟ أنا أعتقد أنه لن يقدم في المهرجان جديد أو هكذا، إنما هو مبرمج له ومخطط له ومعلن برنامج احتفالي وكذا، لكن إنما الآن تتم الضغوط على أساس الاتفاق على ما بعد المهرجان. يعني مسألة أنه يعني تنظيم أجهزة الدولة، عمل أجهزة الدولة، طالما ونحن اتفقنا على مجلس سياسي وإنهاء دور ما تسمى باللجنة الثورية وما إلى ذلك، فيجب أن يتم الالتزام بها. ما لم ينسحب المؤتمر، والمؤتمر سيظل الحصن الحصين لليمن الجمهوري، لن يسمح بسقوط جمهورية الشعب أو مسألة أن تعود الجمهورية كجمهورية إيران، لا مرفوض هذا الكلام. المؤتمر الشعبي العام هو خلاصة الفكر الوطني اليمني وبداخل كل التيارات، ولن يسمح طيب بأي حال من الأحوال أن تصل الأمور إلى ما يشبه إيران وما إيران. طيب سأعود لك أستاذ محمد، طيب سأعود لك، وهذا الاستدراك ربما لليمن الجمهوري، يبدو أنه البعض يقول الآن وهو يستمع لكلامك أنه يبدو إحساس متأخر من المؤتمر الشعبي العام. أستاذ ماجد المذحجي، نعود إلى نقطة لماذا تصر الميليشيا على رفض هذه الفعالية وما هي المخاوف التي ربما قد تكون نتيجة رفض الجماعة لإقامة هذه الفعالية، هل هناك ربما مخاوف حقيقية وتصعيد للوضع أكثر؟ طبعا عزيزي، هناك مستويين المخاوف أنا بقدري لدى جماعة الحوثيين. هناك المستوى السياسي والذي يتعلق بأنه
تحس جماعة الحوثيين أن المؤتمر سيركب موجة الغضب العام منها. يعني لو لاحظنا خطاب المؤتمر، خطاب المؤتمر ينبع تماما الحماية التي وفرها على جماعة الحوثيين. جماعة الحوثيين منحت حماية سياسية من قبل المؤتمر على مدى العامين والنصف. بدون جماعة المؤتمر الحوثيين هم جماعة مسلحة بقوام عنيف فقط، لكن لا تحضر كأي شيء آخر. ولذلك المؤتمر يبدو لجماعة الحوثي ذاكبا على موجة غضب شعبي، وهي موجودة فعليا على أرض الواقع. المستوى الثاني هو مخاوف عسكرية. موازين القوى في العاصمة صنعاء هي في يد جماعة الحوثي، لكن حضور شعبي بهذه الكثافة لصالح المؤتمر، بما فيها إدخال آلاف الأفراد من خارج المحافظة وبما فيهم بعضهم سيكون مسلحين، سيغير وزن الجماعة، سيغير وزن القوة في صنعاء لصالح المؤتمر، أو يدخل عناصر حماية أو أيا يكون. كل هذه تدور الأفكار في رأس جماعة الحوثيين، لتشعر أنه الباب يعني المسافة التي يناور فيها المؤتمر ليست الآن كما أشار الصديق العزيز محمد علو لاكتشافه أنه اليمن الجمهوري سقط بسبب تحالفه مع الحوثيين، لاكتشافه أنه وجد صفقة بعيدا عنهم. هذا جزء من المخاوف التي لدى جماعة الحوثيين. طيب أعود للأستاذ محمد علاو. إذن أستاذ محمد علاو، ربما البعض أيضا يتفق مع ما طرحه الأستاذ ماجد المدحجي أن اليمن الجمهوري سقط بسبب تحالف المؤتمر وتسليمه الدولة للحوثيين. اليوم ما هي المراجعات في هذه اللحظة والممكن بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام للعب دور وطني وربما للتراجع عن ما قد يراه البعض خيانة؟ أولا أنا لم أقول أن اليمن الجمهوري سقط، قلنا بأن المؤتمر الشعبي العام يعتبر الركيزة الأخيرة لليمن الجمهوري، ولن يسمح بسقوط اليمن الجمهوري. المؤتمر الشعبي العام عندما يرى بأن الأمور ستخرج فيخرج للشعب ويصارح بأنه اليمن الجمهوري في خطر، وهذا شيء معلوم. ولو هرب المؤتمر الشعبي العام عن مواجهة هؤلاء أو الاندماج أو القبول بهم كان سقط اليمن الجمهوري من 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 ما قبل. المؤتمر رفض أن يتشارك مع الحوثيين عندما أعلنوا البيان الدستوري، وبالبيان صريح بأنه يعتبر انقلاب على الدستور، ورفض إلى أن تنازلوا عن اللجنة الثورية وعادوا إلى العمل بالدستور والقانون والنظام الجمهوري. المؤتمر الشعبي العام حافظ على اليمن الجمهوري من السقوط فعلا، ويجب أن نوجه لها الشكر وليس أن نلومها. أما من يقول بأنه سقط، لن تسقط. طيب أستاذ محمد، ممارسات ميليشيا الحوثي كانت واضحة، ممارسات الحوثي كانت واضحة خلال السنوات الماضية أنها تستهدف الدولة والنظام الجمهوري والتضحيات التي تمت في ثورة 26 سبتمبر. هل هذا يعني أنه هناك استيعاب وقصور في الفهم والاستيعاب لدى المؤتمر الشعبي العام حتى يفهم متأخرا ما يحدث وخطورة ما يحدث؟ أم ربما لأنه الموضوع له علاقة بالمصالح الشخصية؟ هي كلها عمل سياسي، والمؤتمر عندما كان دولة قاتل 6 حروب، وبينما كان الأخوة في الإصلاح للأسف الشديد كانوا يعتبروا حرب عبثية ووهمية، وأحضروا الحوثيين بأيديهم إلى داخل الساحات، واستقبلوا عبد الرب منصور إلى عمران. يعني أمور وقائع واضحة، والتاريخ لا زال يشهد. لن ينسى، لم يأتي بهم المؤتمر ولم يتحالف معهم إلا هم داخل صنعاء، وبعد سنة ونصف من دخولهم صنعاء، مش حتى في نفس الوقت. فبالتالي احنا بالنسبه لنا لا نقول بانه طيب. احنا نعيش وسط على مداخل صنعاء واطراف صنعاء. الان يفترض ان يدخل مؤيدي المؤتمر الشعبي العام الى العاصمه صنعاء، لكن هناك تهديدات من قبل بعض قيادات الميليشيا تمنع وصول هذه الجماهير للاحتفال داخل العاصمه صنعاء. كيف ستتعاملون مع هذه التهديدات؟ اولا المؤتمر الشعبي العام حزب سياسي مدني، لن ينجر الى العنف ولن يواجه العنف بالعنف. وهناك ايضا شكل المجلس السياسي لجان او غرفه عمليات لهذه المسائل، يتم التواصل عن اي نقطه او عرقله يتم حل المشكله. نحن لن نواجه العنف بالعنف مهما كان، لانه لسنا ميليشيا ولا نمتلك ميليشيا مسلحه. سيواجه الشعب بالكامل. عندما يكون قرار شعبي فليتحمل الحوثي مسؤوليته، وهذا قرار يحتاج الى تفويض اكبر
ليس بأيدينا الآن، لأنه أمور أخرى يعني تحتاج لها. أشكرك جزيلا محمد علاوي القيادي في المؤتمر الشعبي العام، كنت معنا من نيويورك. أعود للأستاذ ماجد المذحجي. أستاذ ماجد المذحجي، البعض يربط موقف المؤتمر الشعبي العام ربما بدعم يتلقاه من أطراف خارجية، هل يبدو هذا الأمر واقع؟ وأنت ربما كنت أشرت إلى نقطة تتعلق بتغريدة أخيرة ربما كانت الاثنين يوم الاثنين لأنور قركاش وزير الدولة الإماراتي. بالتأكيد عزيزي، أنا لدي هي ليست معلومة بقدر ما هو تحليل، يعني يذهب المؤتمر لا يذهب في مغامرة مجانية لخوض معركة بهذا الحجم، يحتاج إلى ضمانات ذات بعد إقليمي لكي يبدأ خطوات الافتراق كما تبدو الآن. يعني نحن الآن نشهد فعليا حالة افتراق كاملة بين الطرفين، حتى لو لم تصل إلى فعل مسلح في 24 أغسطس، وأنا أيضا لا أظن كثيرا بأن الوضع سيتفجر عسكريا، أرى أنه غير ذلك، أرى أنه حتى لو بدأت هناك اشتباكات محدودة، لكن ما يلي 24 أغسطس ليس قبل ما 24 أغسطس، وهي مؤسسة بالتأكيد بتقديري على أنه الباب الإقليمي الذي كان مغلقا تماما أمام معارضة المؤتمر أصبح بابا مواربا وليس بابا مفتوحا بالكامل، بمعنى أنه بدأت رسائل واضحة تصل إلى المؤتمر، تنفتح على المؤتمر، هناك احساس بالخيبة إقليمي ما عبر عنه من وزير الخارجية الإماراتي اللي أشار في تغريداته إلى أن التعنت الحوثي كان سببا، وأنه هذه المبادرة المؤتمرية هي الكسر الجمود السياسي. لا زالت هناك واضح شكوك إقليمية بكون المؤتمر سيذهب باتجاه صفقة كاملة، هما أشبه يبدو الأمر بأنه قياس إلى أين سيذهب المؤتمر، كيف سيقدم نفسه المؤتمر بعيدا عن الحوثيين، كل ذلك في طور الصياغة الآن كما يبدو بتقدير. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد المذحجي. وينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي. أهلا بك أستاذ سليمان. مرحبا، أهلا، مساء الخير أستاذ سليمان. الرياض، كيف تتابع ما يحصل في صنعاء؟ في الواقع أنه الأحداث التي تقع في صنعاء الآن من صراعات بين الحوثي وعلي عبد الله الصالح من الواضح أنها من الحدة بمكان، ولا شك أن تقويض هذا التحالف مفيد، هذا التحالف الانقلابيين مفيد للتحالف العربي والحكومة الشرعية وللاستقرار في اليمن، لأنه الانقلاب الذي حدث في 21 سبتمبر 2014 في صنعاء كان بفضل الخدمات والقوات التي سخرها علي عبد الله صالح للحوثيين، ونعرف أنه علي عبد الله صالح لديه منظومة كاملة من الجيش اليمني كانت موالية له، وهو الذي يصرف عليها في الوقت الحاضر، ولذلك أعتقد إنه أن المراقبين في الرياض يتطلعون إلى تقويض هذا التحالف الانقلابي وإلى إحداث تطورات. طيب إلى جانب حالة التطلع الموجودة الآن لدى الرياض، هل هناك تأثير وتفعيل لما يحدث داخل صنعاء من قبل التحالف العربي؟ هل هناك ربما أي تواصل؟ البعض يقرأ في التصريحات المسؤولين الخليجيين، وتحديدا ربما هناك تصريح بارز لأنور قرقاش ربط ذلك بأنه ربما الآن أصبح موارب أكثر كما يقول ماجد المذحجي أمام المخلوع وحزبه. المملكة العربية السعودية فيما يتضح لي ولكثير من المراقبين ليس لها خط مباشر مع علي عبد الله صالح، أو ربما أنها فاوضت الحوثي أكثر ورفضت علي عبد الله صالح، لأنه علي عبد الله صالح نكت بالعهود التي والالتزامات التي قدمها للقيادة السعودية، ولم يعد مصدر ثقة بالنسبة للقيادة السعودية، وأعتقد أنه إذا كانت هناك اتصالات كما تفيد التقارير فهي مع أبو ظبي، ولكن على كل حال هو نفى أي اتصالات له مع أبو ظبي، وأنا متأكد أنه لا يوجد اتصالات سعودية مع علي عبد الله الصالح بالذات، ولذلك علي عبد الله الصالح في تقديري أنه يعيد تأهيل نفسه. أو لا توجد ثقة لدى الرياض بأن يكون لديهم تواصل مع علي عبد الله الصالح، لكن ربما تواصل مع الحوثي موجود. هل الرياض كيف تنظر لتواصل أبو ظبي؟ يعني ماذا تريد من هذا؟ ربما يكون هناك توزيع أدوار أخي الكريم، يعني تعرف الموضوع
في هناك جمود عسكري في الواقع، يعني التطورات العسكرية حتى الآن متقدمة بالنسبة للحكومة الشرعية ولكنها بطيئة، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني التطورات في الميدان السياسي ربما أنها تحرك الموقف الجامد عسكريا، وخاصة أنه هناك أزمة إنسانية ضاربة في اليمن وتحتاج إلى تعاون كافة الأطراف. أنا أعتقد ولا أستبعد وجود اتصالات جانبية بين الأطراف الصراع. هل التحالف ينتظر من علي عبد الله صالح تقديم مبادرة سياسية أم ينتظر منه دور آخر ربما يتعلق ويقلص من حجم الحوثي؟ سؤال أخير في أقل من دقيقة لو تكرمت. أنا أعتقد أنه فض الشراكة مع الحوثي هذا مطلب رئيسي من على علي عبد الله صالح، واستحقاق إذا كان يريد لتاريخه السياسي أن يتواصل، لأنه هو انتهى سياسيا ولكن ربما هو يريد لعائلته أن تستمر وتعوم سياسيا. هذا يتطلب منه فك الشراكة مع الحوثيين. التحالف كيف ينظر لمستقبل عائلة صالح السياسي؟ حتى الآن الأمر ليس واضح، إنما هو سيتضح في حوار اليمنيين مع بعض. أنا متأكد أن المملكة العربية السعودية لن تفرض على الشرعية اليمنية أي طرف من الأطراف الانقلابية ولن تلزمها بشيء، هذا متروك للحكومة الشرعية وللحوار الوطني اليمني. وأنا أعتقد أن المرحلة الآن هي تقويض استقرار الانقلابيين تفكيك تحالفهم، ويتوافق ذلك مع ضعضعة القوى العسكرية لهم. شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض، وأيضا الشكر موصول للقيادي في المؤتمر الشعبي العام محمد علو كان معنا من نيويورك، وماجد المدحجي رئيس مركز دراسة صنعاء كان معنا من القاهرة. انتهت هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل كمال حيدر. يا من الله.